بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وانيتش الكتاب متن فتح القريب لنا سربشي تعظان وسلاو كتاب الجهاد أم بشو باس باسي جهاد وخباتو تيكوشان. ديال كلمة جهاد خو يعني هولو تيكوشان. إن جاء جهاد دو معناه، معناه شي قشتي يعني هر هول إنسان بيدا بوخوا أو بيتها جهاد، معناه تايبتيش بمعنى جنگو كشتار دي كأولي رما بستا لكتابي فقه وشريعتها كعلين جهاد خوش معن كعلين جهاد ما بس معن بي أم جهاد تايبتيه أجينا أوي هر شتيب كخزمة الدين كجهادي كردو بلام أو ناوي ناوي شي تري هي. لقرآن شاز زيادة لدو سط آيات خواهي قولوا باسي جهاد كا إن جاء همو كتابك الشرعي كان باسي جهاد كان بمعنى جنگو كشتار أبلو هندي حكمي تايبتي خويه. طبعا ما دو ديوه هي ديوه بمعنى إيمان يكيو أو يكفر ماني خوايو هو كارك أبو باريز قاري كردن للدين وجيني خلشي وأنا أو لا يعني شي تريمة لا يعني فقه يكي يا خويني عتلنا خواري شو لتا دي بكي أزور شتيوتوه كوما الله آيات فرمو دو أنا بس إما الوك عادت خمان متنك يا خويني نسيتي والشرائط وجوب الجهاد سبع خصال مرجكاني فرزبوني جنگو جهاد حوتن يعني هركز أمحو مرجيتي عبي فرز لسري جهاد بكا إن جاء جهادي طبعا فرزي عين وفرزي كفاية أقول لك هاتيك دنيا خوش بو مسلمان ولاتي خويا نهب وشين عند أجير نكرابو جهاد فرزي كفاية أقرنا ولاتي عند أجير كرابو ظلم مستمهبو جهاد فرزي عين يكما الإسلام مسلمان بكافرنا بكافر جهادي لسرنا جارب إيمان بينه دوم البلوغ منال جهادي لسرنيا العقل شيت لسرين يبي عاقل بحرية كسكابي آزاب يعني كويلنا يا بو جهاد مقر خويا يعني حس كلامانا بينجم ذكورية نير بين مينا وآفر جهاد يعني لسرنية صحة لشي ساغ بين أخوش جهادي لسرنية وكومن والطاقة على القتال إن شاء الله لش من ساغ بيو جهادي شكي والطاقة على القتال تواني جنگو جهاد كيشي يعني بتواني ببدن جنگو جهاد بكا نار رحتنا به تلو زور بروني خواهي قولا فرمي او كسي لاوازا هجارة زعيفة لاوازو نخوشا او خواهي قولا فرمي جهاد يعني لسرني اما مرجا كاني فرزبوني جهاد يتر زانا كان لين اگر انسان لحالت يكابو خو جهادي شي نكروك اسي اما هي جهاد ناكين نابل لنا خيانيتي جهاد نمشك زور خلافة بو ايمانكين أو فالمدي في غمرة صلى الله عليه وسلم فرمي من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق هر كسي بمليو جنگو جهادي نكذب ولا نخشى بغير جنگو جهادي نذهب أو جيان خوش عيبيني أبو خمان نسر ما مانو نقر ما مانو نتشش ماني أو في غمرة صلى الله عليه وسلم فرمي ببشيك لنفاق دور روي أمري وتوين مري أصدقائي ويسر كوتني حق بس أنا حقا يعني بويا بالي تر بابتك قصة زورة لقري بلام إنسان وكتم وخوشي تمال بنيكر إنكاري نكا باشا خلچة چي جهادي كر جهادك يزار بسفر نكري بتعبتي جهادي يستا أرشو نكا كجهاد كري أما نغلط وطلتي تيك أكريو يا أكوية خلق يبدا دسي تيكا خلچي بلين دسي درشي ودجمناني إسلام جاري ويكا سكان خويا مثلا أستكيان وايا بهر حال إنساني مسلمان دعابك أخوا بيبارزي للتاوان بتعبتي تاوان يبي بلي باورن بجهاد نيا جهاد ناك مو زو خراب بو ايمانك افهمي ومن اسر من الكفار فعلى ضربين انت دي بابتي اشتري فقهي مسالي ديلي بي باورانا او كساني بديل اجيرين لبي باوران دو جورن لا رو فقهي كوجوكا جهاد بها ميشا اقراو اميريكا بيتا بلا قولي او خلقي جهاد ام فيك اقرا خوش شرع زانا بي بيتشان شرع زانا تشيلا قلابي بو اوي توشي او غلط انا نبيك الرجعنا اي بيني يا اي بيستي يا براها الدين يقري يسلم من يدا او كي لشريعة الاسلام اشتي واي ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء جورو تششني يا كميان هر يكسر ابن كويلا هر بخودي قرتناك سبي يعني قرتن هر كجيران يكسر وانا كويلا او انيش منال وافرتان يعني لجنقا ام انجا امكا اكيتا كويلا اما نابي بيت عيب بباسك اما اوبر فضيلة ابو اسلام اسلام عليك كسيات ودوز مناتي توك ام نالوجني شي لقال خويا انا ام نالوجنا اوا نهات نايه
بۆ ڕوبەڕوومنەوەی تۆ چکە ئەوان جیادیان لەسەر نییە، مەلا ئیسلامی شاڵی لەسەری نییە. دوایی کە هاتووە ئیسلام ئەڵێ مادام مناڵە یاژنە مەی کوژە گوناحە، چکە پێغەمبەر صلی الله علیه و آله نەهی کوژە نان و مناڵ بکوژێ. دوایی شەڵێ مەیشی بە زیندانە بی بە ماڵەکەی خۆت کە یکەیتە کۆی لە خۆ مەعنای وانی ئەم کۆیلەیەتت بیچەوسێنیتەوە. دوای هاتووتە ماڵەکەی تۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و آله فەرمێ چییە خۆی ئەوەی بدەنێ، چی ئەپۆشی ئەوەی بدەنێ، ئەوەی کە ئێستا خەڵکیە کەڵێ کۆی لە و چی وانە جای تریش باسمان کرد ئەوان نییە کە ئایبێتە کۆی لە ڕزگارێ بێ. اینجا کە موسڵمانیش بووێت ئەو ئەنجارە چیریش ڕزگارێ بێ. وضرب لا يرق بنفس السبي على جوري دومي ديلي بيا باوران نابنا كويلة بخودي قرتناك وهم الرجال البالغون وانيش بياواني بالغن يعني ام بياوانك ايقلي نابنا كويلة اي والامام مخير فيهم بين اربعة اشياء امام سربشك لما لم بياواني لنيوان شوارشتا توانا شوارشتا يعني لقلابك بفي مصلحته برجوان دي مسلمانا اما اقر كاقرت نيو من مسلمانا بم اي اقرت في كاك ولا من مسلمانا بم شاید معنی نه اکثر وقت تو مسلمانه کو هیچ کسی نیه. یا کم القتل اتوانه بیان کجی دوم الاسترقاق اتوانه بیان که اتکویله سیم المن اتوانه با پیاواتی آزادیان که منت که اتنسل یعنه ببین اوی دیناره چانده ورگیره چوارم والفیدیه تو بالمال او بالرجال آزادیان که با پرامبر با بدیل یا ممال یا با دیلیش مسلمانه يفعل من ذلك ما فيه المصلحة على الإمام لم تشعرش تكاما مصلحته برجواندي كابو أو أكا كدي على مش آياتي تشعر سورة محمد باسيكا لقلكو أمالا فرمو دي بيها غمال عصاتنم وبيها غمال عصاتنم هموكا هتا ديني نكوشتوا أفرمي ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده أفرمي هركسيك مسلمان مولا بيباوران بيشو بيكيتا ديل يعني يشتع أنا تقول توم مسلمان به نابي بي كوجي وسامة كابراي كوشتي لا إله إلا الله في خمس عشر سورة زر نشتي كنت أوانيه بيشون توتي يا رسول الله ولا ترسى أو توتي وتي خواتو ضلت لا تنكرو تابداني لا ترسى هركس يا مسلمان مو بيش قلتني أحرز ماله وبارد رابي مالكي ودمه وخيونكي وصغار أولادي من على ورده كانش يعني ماله مناله مش تشي بارد راب ويلا صغار أولاده لما من على قولة كان أو حكم عن جاوازة إن جاباسي حكم كتابة بو من الله فرمي ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب فرمي حكم بريارة دري بو من عليك بويك حساب إسلامي ومسلماني بو بكري لكاتي سيه وكاره طبعا أمام بس ما بي منالي غيري خومانة يعني منالي مسلمانة ور مسلمانة من علي بيا باور ان يسلم احد ابوي دايش يا باور شي مسلمان بو امنا على حساب مسلماني بوكري هل كامي جان او يسبيه مسلم منفرد عن ابويه يان بديل بيجري يا مسلمان لكاتي جنگا بلام دايكو باور شي لقال انا بو هر من علك قلتويتي لا جنگا ناكو جري او يوجد لقيطا في دار الاسلام يا ببين ري بدو زراوي لدار الاسلام يعني من علي لم ولاتي امامنا ام ولاتاني كي كاتي خوي اسلام ميني كردوا فتحي كردوا هم يتيوتنا دار الاسلام لفقها اقل شيء حكم اسلام مش حكمينك لا راي راجح واقل شيء بعد شلون ببي حكمه طالما لمذهب شافعي ولا يهندي زانا علن ببي اويك او ولات ما دام اسلامي في قشو دار الاسلام اسا منو تو منارك يبدو زنو من راح حساب مسلماني بوكري ام فصليش باسي غنيمته ام فصليش شخينينو أفرمي ومن قتل قتيلا أعطي سلبه هر كسي كسي بكو جلكاتي جنگا أدريتا أم جنگا وريك كافركي كشتوا سرجم أو چكو كلو في دايش يعني كمم كافرمو ما دام راسك أو بلغيها به مثلا كافريك كشي أم كافرة چا چي بيه رنگا پارا لجي فادا بيه رنگا آلتون بدسي وبيه كافر جاري وي آلتون وماني شي بيه همي خوتا او نه عادت بو او کسی که کشته بو برابره بله او حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم من قتل قتیلا له عليه بینه بس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلغه هبه بله اچ که اگر اوانی به عامه کوجری نه زنه چه کشته مال کنه به غنیمت دعای به شکله بس ما ازانی ام کذا او کشته او همو پیدایشت یکانی بو او وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس إن جاء فرمي دابا شكريه غنيمة أو معليك لكاتي جنجا لكافر كان بجيميني
لە دوای ئەما کرێتە پێنج بەشۆ ئەیکەینە پێنج بەشۆ بەڵێ مەسەن غەنیمەتەکەەوە حیسابەکەین پێنج دەفتەرە فەیوەتا ئەربەعەتو ئەخماسیا لیمەن شەهیدە الوەقعە ئەم پێنجە چواری ئەدەینە ئەو کەسانی لە جەنگەکە ئامادە بوون یعنی دێتە جەنگاوەر حەقی خۆیانە وانە ویعطى لناو أمانيشا بزاني چه پیاده و چه سواره أفرمي ويعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم أو كسي أسب سوار بوا لكاتي جنگا كيا سي بشدريته أو كسي پیاده يك بشدريته علن لشرع دو بش بو أسفا أسب زور دو ديها بولا شرع اتر نازم إسا آي أم سيارة ودوش كوموش كانا جي أوغري خابرا سيارة كيو هاتو بو جنگ دو باش باشي سيارة وحديثة لبخاري أفرمي في غمص عصام للرجي خيبرة بوهر أسبيا دو سهمي دانا بوهر بي أويشي بي أديش سهمي جي دان يعني كاس يا خوي أسبكي بي سير دفتر أدريتي يا كاس بس خوي تي بي أدي يك دفتر أدريتي بو نمونة أو أقرب فعل دايني والله ما فرمي وريابة ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط أفرمي باش سهم دانان لي إلى أبو كسي بيانج مرجي تعبه يوم بيانج مرجي تعبه كما الإسلام مسلمان به يعني كافر وهاتو لقطو يا جنكا وقتو دفاعك أو بغنيمة نيال ليت على شرعه أنا مقصد بوخي بني غيرتي قبول الله بلى بلوغ بالغ به منال بنا يدريتي بس هدية يدريتي غنيمتي نادريتي وقت بيانج عقل بشيتي هاتو وانا شتي شي كردو شتي شي ديني وانا حرية آزاد بكوينة نبي ذكورية بياو بيجن نبي أما أنا فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له على قريت لم بين مرجيتي أنا أبو بشي شي وجهك ده تورودي خلو يعني بشي وجهك إنه بلام ببيس بشي طواو يعني وقت دياري خلاتي مثلا بيعوي دفتر وغيره خو ناكري مش دفتر شي بديني شتي شي ديني بلام ضلي خوش شاكين بس نقبو معناه وكو بيعوي شي طواو حسابي ممكن على الرضخ لزمان على بيان على عطاء القليل شتي شي كم يديتي اما وتمان غنيمتك كاينه بيان شواري مان زاري مان شون برشاكي اي بيان ياك لسات بيان جاكي تري تشيري كاين برشاكي افرمي ويقسم الخمس على خمسة اسهم او ياك لسات بيان جي ما اوتو او شاكينو بيانج باش بالي حالي بيتشونا بالي ياك لسات بيان جي او كاينو بيانج مثلا ما جاري وابو بتايبتي لزمان دولتي خلفاء الراشدين ودواي خلفاء الراشدين وانا جاري وابو امانا غنيمتي يعني انا هل خلق غنيمتي زور زوري سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم باش يك تايبته بو في غمان صلى الله عليه وسلم في غمان صلى الله عليه وسلم زكاة شتي نادر تبي غنيمتي بديتي اي استخوين ما يصرف بعده للمصالح دواي في غمان صلى الله عليه وسلم ادريت شيء بو برجواندي مسلمانة اتل اوي بيه بتري برجواندي دين وجينيان تمري بو بيت المال يعني ايو بتا بيت المال بالي وسهم لذوي القربة ام بيانج ام يك لسر بيانجي ككل معنى او بيانج باش باش يشي بو بيغم صلى الله عليه وسلم باش يشي بو خزم نزيك كاني بيغم صلى الله عليه وسلم او انوهم بنو هاشم وبنو المطلب نوي هاشم ونوي مطلب شيخ سيدة كاني استن اقر راز بك او انا نوي بيغم صلى الله عليه وسلم يعني منو تو اقريته للشجرة كان مان راز بك بنو هاشم بنو مطلب او انا لكل سانة بيانو تريس سيد وسهم لليتامى باش يسيم شدين بيباوكان بيباوكان ريزيان هي عادة سهم للمساكين بشي شوارمي بو فقير وهجارة كان وسهم لأبناء السبيل بشي تري بو ريبوارانا أبناء السبيل يعني الريبوار طوابي كين زورني طوابي خد أم فصلي ترباسي فيئك ويقسم مال الفيء فيء الأخوان ونسراوة هو ما أخذ من الكفار من غير قتال فيء لقال غنيمتها فرق يعني غنيمت أو يبوي جنگ ودرس كوتوه في او مالي بجي يعني يشتوى يعني شرلي نكرو الرشتو مالك اي بجي يشتوى كامل او بيو تريد في افرمي دابشا كده مالي في يعني او مالي لكافر بجي ماو ببيع جنگ وجهاد اوانا يا بجي يشتوى يا فري داوى يا خوي تسليمي كردوا جيزي او اماني شروايا سلانة يعني يسن سباسي جيزي شاكين على خمس فرق اكلتا بيانج بشو رك دابشا كين بو بيانج يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة ياكلا سربينجي أدينا سر أو عنيك ياكلا سربينجي غنيمة معنا دافي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي القربى يتامى مساكين أبناء السبيل أدريت أوانا أو آياتك حوتي سوري حشر ما أفعى الله على رسوله من آل الفافة لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
او عادي يعني كنو اما يك لا سبين اي شو على كيتري ويعطى اربعه اخماس للمقاتله وفي مصالح المسلمين شوار بشا كيتري شو على سربيان جاكي ادريت جنجا ورانو برجودي مسلمان اخو ما لا جنجا انا بو لا جنجا وران او سربازانن كهميشه امادن بو بارزگاري كدن لمسلمانان وهيد شي نشي دياري كرايش يعني الراتب ومعاش يعني امي كيسب يعني خو بخش ادريت خو بخش واوي يا لبرجواندي مسلمانان انت لو عامه قلت برجواندي مسلمانان هاشتاك كابي ويسكا ان شاء باسي جيزيه مان بوكا ام فصل جيزيه بكودي بيان سرانا او مالي كور اجيري لكافريك طبعا سبع سكين كعب بشان مرجع لبرامبر فلسطيني سرو ماله هم مشتكي يعني كافر لك كمان حزة كم للدولة الإسلامية بجيم شام صعلا باو با فيلم لي ربو هاد بيشتريش بيه وتري على تو أمولاته ولاتي خوته يا ما هادونك إسلام حكم يا كين در ماتو ولا هيد شي اللي أنا كين بس صعلا نشتك ما نبلي لبرامبر ويكا فارس قالي لسرو مالتك هاد فارس هاد فارس او فرع عدالته يعني جزية مثلا اثنية كبري يعني نبت بلقية برابر خلقيك تعادل ياكر بلا 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 انجا هيني شبه يعني عفي شكري ام كسالك كومالك اركو واجبات وانا نا ابري بو جهاد نا مثلا حراسياتي بيجيني شتيكي خوش رانا بو خب كتريش خوش يعني بقوا ابري تفرق عم عسكر بيان جندي واري بيان اغري بلا بلا هيني انا كس تسريح يعني كان شرائط وجوب الجزية خمس خصال أفهمي مرجكاني فلزبوني سلانة بينجا يا كم البلوغ يعني لمنار ورناجري والعقل لشيت ورناجري بعاقل به سيم حرية بي آزاد بيولا كويلة ورناجري ذكورية بي نير بيولا ميش ورناجري وأن يكون من أهل الكتاب مرجي بينجا مخلافي دي آية آية بس بو تايبة أبو أهل الكتاب لمذهب الشافعي عبالة بس لمذهب تلانها مكافرية وامي حسابي جزئي لقلاب كي ما دام بي ويبي او ممن له شبهة كتاب يا على كسيك اهل كتاب ني بلام شبه اهل كتاب وما بس بي مجوسة عاقل برستا كان في خمس عظم فرميتي تشيبو اهل كتاب كان بو مجوسة كانش او ابكن مسألة سرانة او اواني جا كسي بس چنه چاني سنين صالانة افرمي اقل الجزية دينار في كل حول أفرمي لا يكمي سرانا مسخالة شي آلتون أبوها مو صالح يعني يسالة يكم مسخالة آلتون كالفقير به ويأخذ من المتوسط دينارا بلا ما قال كسي جياني ما منعه بدو دينار اللي يسالي ومن الموسل أربعة دنار دولة من بيشوا دينار اللي يسالي بيغمص عصم كمعاد دينار بو يمن معاد فرمي بيغمص عصم فرماني بيكردم لها مو بالغك دينارك ورقم يا اجا باريش نبو لباس مداتي قماش مداتي يمن مشهود بوبويك قماش يعني زور بو ويجوز ان يشترط عليهم الضيافه فضلا عن مقدار الجزيه على الدروس تبو امام وفي الشوائي مسلمان بمرج دانا لسر اهل الكتاب لسر زيال عند زي جزيكا ميوان داريش بل اجا خلتش لدونو هات اين لينا ما لقيتو ميوان داريبكا بله بله تو آنی اوش بمرج داره على سریع اوش لخوار او حدیثی نه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم او هر رکوت ولا قلعنه سیاست پیغمبرانه بوده خالچی ایله فرمت سالانه سیاست دینار ادنا دولت اسلامی بو پارسگاری کردن تن و هر کسی که مسلمانان دای ولای اویاب میوان داری بوک جاء فرمي ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء فرمي لأخو أقري أقري بستي سرانة شوارشت يعني بين أنا أقري بستي كتو مثلا قاضي مسلمان علي كامل علي كتاب لنا وكي نسي أمش تعالى نسي يا كمن يؤد الجزية أبي صالنا أو سرانة يبدأ دوم أن تجري عليهم أحكام الإسلام أبي حكم برياركان إسلاميا بسراج يبجي كريه يعني بو نمونا لإسلام زنا حرام لا يجو لكش زنا حرام لا قاوري زنا حرام اگر زنا يكردو اشكرابو ابي حكم اسلامي لسرا جبجيكي اشكري خلاف شي تامي والله ما لقى شلاي او حرام نبو او حكم كان بسرا نادي مثلا اشتي رنا كابراب وتبيتي والله لتوراتك يا ما يا فلان شت حلاله اگر اشتي واهبو كاتا حكمان بسرا نادي
سوى أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير نابي باسي أين إسلام كان مقر بشعكة يعني نابي بي الرئيسي بنا بربا إسلام كان ويترخوا هو شتيك الله همو دنيا هرواي شوار وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر للمسلمين نابي يشتيك أنجام بن كزرر زياني بو مسلمانان هبي مثلا جاسوسي بكاسي خري بكا أمانة بكا أو كاتا أبي بيعو كري يا يعني مثلا تعواني بقى أشكرا بكا خلق بانكا بو فساد كانالي خراب كاتو بيجي خراب كاتو يستا أمانة دولة الإسلامية لا بيشتي وابك هاتش سوا مسلمانان بو يانا كان بيوسيان بخوان هو ما أخوان ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل علي أبي أهل كتاب وأني جسرانا أدن بناس لنوا بوي كجور لباس شي تايبت لبركان علي خيار مين يا كب فرويك اي كان جلاكان يعني وك علامة نشان اكري اسا نشان يعني بكري علامة اتش بي او بي ويكبزاني مع اهل كتابه غيار علامتك يكل جلاكان عند راوكاتي خوي زناريش بشتوني شي بان ابشتوني بانا كان اگر بيني بيته مثلا او زناري بيلا ابي ابشتوني على بشتابه مو يبزاني كما اهل كتابه وانا بي ريغريان ليك لو لناو شاري مسلمان انا سواري اسبن يعني نابي اخوان كشف شكنه وبسر مسلمان انا زان ذاك وهم صاغرون اكري امامهم الى اياتي وهم صاغرون ورجلابي انا هيج بلقيني هنا او توبوي او بلقي شيء الله يعلم اخوي يقولون وين بري يعني دوام انا الذليل والرسواب زان كان يجبو ام فتوى عنده او كان با زور كشوف شنا كان بس الخرطي مسلمان وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب الجهاد من بيك دستاوك رحمة الله قول أبو شجاع كأو كتاب جواني أو أنسي